لبيه لبيت حاجة إن شاء الله. في الموقف اللي حصل عليك البارح كان صدمك طبعا في الخصم، أكيد أوكي؟ بس الحركة اللي سويتها يعني أنت مع فيصل اللي هي مع علي كرثمي، يا يعني نضحك تضحك أي حركة يوم تطلع برا وترجع مع الطرف، كيف تسوي كذا وقت الفقرة افتح الباب يعني قبل لا يدخل أبو كاتب وتلطم إيه ما حد يعرف سوي كذا سوي كذا لا المشكلة الله فيصل فيصل ضحكنا عليه ضحك متخبي تحت اللي تحت الخيمة ورجوله طالعة رجوله طالعة وبعدين تخيل والله لا عكس طلع علينا مقطع والله بركب عليهم انا ولا ولا بجيب شجرة كمونة كلا اللي بالشعيب يطلعون كلا العيال اللي بالشعيب يطلعون شوف سيجارة فيصل ولا ذاك اللي يقول اطلع والله ما يجيك شيء اطلع والله ما يجيك شيء اللي خلاني اضحك عليه يوم فيصل نازل كذا وبدا اسوي كذا الله وجهه يوم طلع وجهه جاء فيش كبر في الكبر وسوي كذا تقول طلع والله يضحك تضحك لا بعد ترى واحد لابس العمامه الحمراء واقف في الزاويه يوم جت كبر قال كذا ما اعرف كبر ثاني في ظهره في واحد في ظهره لا سوى نفسه انه ما سوى شيء اعمل نفسك ميت يبغى يخدع الكاميرات تدري شو المشكله وين يوم كنت واقف هناك زين انا احسبهم كانوا بيلقطوني بالكاميرات اللي هنا نسيت ان قدامي كاميرا والله بظهرك عرفت اصبر نسيت ان قدامي كاميرا المهم وانخش شوي وانخش خلاص حسيت اني مزبل نفسي صح ما زبل يوم قلت كذا وناظر قدام لين قدامي كاميرا كذا اقسم بالله اني ارتعد واداور وامشي شوي شوي وامشي شوي شوي لين قدامي كاميرا واهج يوم هجيت لين وراي كاميرا يا ولد وين اروح؟ القطوك ما تروح ما تروح ما في مجال سعد ما راح انقفط انقفط اللي ذبحنا ضحك فيصل اللي هو معتقد نفسه انه متخلف لا زاد انه ما هو انا يعني خلوك دخل هنا قال ها ما دخل علينا وهو يحسب انه لسه ما لقط قل له امور طيبه يا شباب يعني ترى الكاميرات في كل مكان فيصل قلت له والله خاصه ذي الار بي جي ذي يوم مسكت الكاميرا هذه تفر بدون ما تسمع صوتها تفر اسمع يوم مسكت الكاميرا فيصل اقول له انحش يسوي كذا مع جنب الخيمه يقول كذا وش قومك يحط غتره ويمشي والكاميرا تمشي معه مش قومك من جنب الخيمه يلا بروح خلاص بروح انا قلت شوي اركض طيب ادري عنك يا محمد شفت